الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذه الآية اقرأها 10 مرات وراء كل صلاة، 10 مرات تجلب لك الرزق، وأي عمل كنت أنت تريده ومقبل عليه ترى منه نتائج أي شيء. أو اقرأها 100 مرة في جلسة واحدة في الصباح، اقرأها 100 مرة في جلسة واحدة في الصباح، ترى العجب من الرزق والمال يدخل عليك. تيسير الأمور، إزالة العكوسات، النحس، إزالة العكس والنحس، وتيسير الأمور كلها، وجلب الرزق والمال إليك. تقرأ 10 مرات وراء كل صلاة أو 100 مرة في جلسة واحدة في الصباح، ترى العجب. ولكن إذا واظبت فقط عليه 10 مرات وراء كل صلاة سترى نتائج إن شاء الله. جلب الرزق والحظ، والحظ، القبول مع الناس، تيسير الأمور، وإزالة العكس والنحس، وإيجاد العمل، وتيسير الأوراق. أي شيء تريد أن ييسر لك ييسر لك إن شاء الله لما تبدأ قراءة هذه الآية. وكذلك جلب الرزق والمال والحظ والبيع والشراء وجلب الزبون في عديد من الأسرار إن شاء الله. تقرأ 100 مرة في الصباح أو 10 مرات وراء كل صلاة. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله